عندما تشعر بالاكتئاب يقول لك الكتاب المقدس في المزمور 42: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهي. العالم اليوم بيعيش الاكتئاب بكل درجاته وبكل طبقاته. ليه نضل هناك مدام ربنا بيخلصنا؟ مدام ربنا هو الفرح. روح لربنا، ارمي عنده اكتئابك، ارمي عنده كل ضعفك، وهو قادر على انه ينشلك من اصعب المواضيع. الميلاد فرح، ما تحتفظ بالاكتئاب.